ومعنى وشفاء للقلوب، رحمة لنحيا فهو نور للدروب. يا شفيع حافظه ومنير قارئه وجليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحليم الكريم الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. في هذه الآيات والكلمات المباركة تسليط للضوء على موضوع مهم يقع كثيرا فينا ومعنا وحولنا. فالإنسان قد يتعرض للإساءة فينفعل، لا يحب الإنسان أن يساء إليه. أنت لا تحب أن يسيء إليك أحد، لا تحب أن يعتدي عليك أحد، سواء كان اعتداء كلاميا لفظيا أو كان اعتداء بغير ذلك من الأمور. وهذا الأمر بالتأكيد فطرة في كل إنسان. ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى لنا منهجا جميلا راقيا في التعامل مع مثل هذه الأحداث التي قد تحصل لنا. فأنت أيها الإنسان لست معصوما من الوقوع في مثل هذه الأمور، قد تخطئ أنت فيسيء إليك من أخطأت في حقه، أو يخطئ هو فيسيء إليك. ولذلك ما علينا إلا اتباع المنهج الجميل والراقي والرائع الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى لنا، لنسلم ونخرج من مثل هذه المشكلة أو الأزمة بأقل الخسائر، بل بفوائد ومكتسبات عديدة. إذن كيف نتصرف؟ نتذكر دائماً أن المعني هنا دائما وأبدا هو أنت. أنت شخصيتك، أخلاقك، صلتك بالله سبحانه وتعالى. فحاول كل المحاولات بضبط نفسك ألا تخدش شخصيتك أبدا في مثل هذه الأحوال والظروف الصعبة التي قد تحصل. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: والعافين عن الناس، وقبلها: والكاظمين الغيظ. إذن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألا تريد أن تكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ ما أجمل أن نكون من أهل هذه الآية الكريمة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألا تحب أن تكون من أولئك الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ إذن كن من أولئك المحسنين الذين يكظمون غيظهم ويعفون عن الآخرين ولا يردون الإساءة بالإساءة، وإنما يتبعون قول الله سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. والثمرة والنتيجة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا يذكرنا بكثير من الناس، من الأنبياء وغير الأنبياء، من الذين تعاملوا مع مثل هذه المواقف بكل روح إيجابية، بكل روح محسنة، بكل روح مخلصة لله سبحانه وتعالى، فأخرجهم الله عز وجل من تلك المشكلات ومن تلك الأزمات. فها هو يوسف عليه السلام
الذي أساء إليه إخوانه بتلك الإساءة الشديدة الصعبة القاسية، ولكن كيف واجههم حينما كان مسيطراً، حينما كان صاحب السلطة والكل رهن إشارته وتحت أمره وحكمه؟ قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وهكذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، حينما واجه أولئك المسيئين من قريش الذين آذوا وآذوا أصحابه حتى لم يتمكنوا أن يعيشوا بتلك الدعوة المباركة بينهم في مكة المكرمة، فهاجروا إلى يثرب، إلى المدينة المنورة. ماذا قال لهم بعد أن جاءهم عزيزا فاتحا صلى الله عليه وسلم والكل أذلاء بين يديه؟ قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن حينما تحدث لك مثل هذه الإساءات من الآخرين، فاتصل فورا. اتصل بمن؟ اتصل بالله سبحانه وتعالى، اسأل ربك الهداية والرشاد في ذلك الموقف، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، والأبواب مفتوحة لكي تدعو ربك سبحانه وتعالى لينجيك مما وقعت فيه من موقف صعب بينك وبين أحد من الناس، في أسرتك، في عملك، في أي مكان كان. ثم بعد ذلك عليك أن تراجع نفسك وتضبطها، ولا تنفعل، نعم لا تنفعل، ولا تواجه الإساءة بالقوة، وإنما اتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، حتى وإن كنت أنت متمكنا قادرا، لكن لا ترد الإساءة بالإساءة، العفو عند المقدرة. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد القوي الذي يستطيع أن يضبط أعصابه، أن يضبط انفعالاته، فلا تطيش به هنا وهناك فيقع ما لا تحمد عقباه، لأن المتوقع حينما يكون الرد بالقوة، المتوقع أن تتوالى سلسلة ردود الأفعال من هذا ثم من هذا، وهكذا إلى ما لا نهاية. ولذلك فوقتك ثمين من أن تضيعه في الانفعالات، وقتك نعمة من الله، فانتهز الفرصة واستغل هذه المناسبة لكي تخرج منها بأحسن المكاسب، ولا تخرج منها بالكثير والكثير مما أنت في غنى عنه.
إذا هذه المشكلة التي حدثت بينك وجعلتك تنفعل هي فرصة لتتقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر، لتتقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر، ولتتقرب كذلك من الناس. لهذا الله عز وجل قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا هي تنشر المودة، تنشر المحبة بين أفراد المجتمع إن اتصفت بهذا الخلق. أما من يتصف بخلق الانفعال والعصبية والمزاج السيء دائما والرد على الآخر والرد صاع صاعين، فهذا لن يخرج من المشكلة إلا بمشكلات أكثر وأكثر، أو كما يقال يرجع بخفي حنين. ولهذا المثل أيضا، هذا المثل مشهور له، قصته متعلقة أيضا بالانفعال. فيقال بأن هناك رجل يقال له حنين، وكان إسكافيا مشهورا عند العرب. وذات يوم كان في دكانه، وإذ برجل غريب قد أقبل وأوقف ناقته أمام الدكان وربطها هناك، وكان عليها الكثير من الأمتعة. فدخل هذا الرجل الغريب إلى دكان حنين وأخذ يتأمل النعل والأحذية التي يعرضها في دكانه، وكان حنين مشهورا بجودة الصناعة. فإذا به يرى خفين جميلين أعجبه حسنهما، فقرر أن يشتري هذا الرجل الغريب. فأخذ يساوم حنينا في السعر، ونزل شوية نقص شوية إلى آخره، إلى أن انفعل حنين وغضب أيضا الأعرابي، ودارت بينهما مشادة كلامية حادة. وقرر حنين فيما بعد ذلك أن لا يبيع لهذا الرجل الغريب شيئا. فغضب ذلك الرجل وخرج، وكان حنين في قمة الانفعال، والتاجر ينبغي أن يكون في قمة الهدوء وليس الانفعال. فخرج ذلك الرجل أيضا خسرانا، ولم يجد ما يشتريه هناك بسبب هذه الحالة الانفعالية التي حصلت، فخرج. وقرر حنين الانتقام من هذا الرجل. ماذا فعل؟ أخذ الخفين اللذين أعجبا ذلك الرجل، وذهب من طريق آخر في طريقه من الأمام، وضع الخف الأول، وعلى مسافة وضع الخف الآخر. فأقبل هذا الرجل فيما بعد يمشي، فوجد الخف الأول فتأمله وقال: ما أشبه هذا الخف بالذي رأيته عند حنين، ولكن هو خف واحد، ليت معه الخف الآخر لألبسه. فتركه وذهب، يعني ماذا أصنع بخف واحد؟ فلما ذهب هو ناقته بعد قليل وجد الخف الآخر، فقال: إذن الخف الآخر موجود،
فقرر أن ينزل من ناقته ويأخذ هذا الخف ويسرع ليأخذ الخف الآخر، وكان حنين له بالمرصاد فأخذ ناقته وشرد بها. ولما رجع حنين إلى الموضع الناقة لم يجدها وبحث عنها فلم يرى لها أثراً، ثم بعد ذلك رجع إلى دياره بماذا؟ بخفي حنين. فقيل له بما رجعت وبما عدت؟ قال بخفي حنين. إذن الكل هنا قد أخطأ، والكل هنا قد وقع في أمر خطير له عواقبه، فلنحذر من ذلك ولنكن من المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى بالعفو والصفح والتسامح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعنى وشفاء للقلوب، رحمة لنحيا فهو نور.